الشرق الاوسط الذي طالما سئم بان الشعوب فيه لا تنعت اي اكرار وان القوى العسكريه هي كل شيء فيها. انهم غيروا التاريخ، انهم بالتالي غيروا المستقبل، وهذا الامر يشعر من يتحدث به اليهم. البعض قرر الصلاه، البعض يعطف الله اكبر، البعض قرر ان يتعانق مع الاخر، هناك مختلف شرائح الشعب المصري. اجراءات استثنائيه تتعلق بضمان الامن والاستقرار في البلاد، تسهيل وتامين اجراء انتخابات حره ونزيهه.